متابعينا وحبايبنا، عودة مجددة لكم من بعد هذا الفاصل. نفس ما وعدتكم قبل شوي راح تكون فقرتنا غير، وفقرتنا هذه فيها 5000 سنة وانقسمت نصين. سالفة 5000 سنة وسالفة النصين، كل هذا راح يكون بهالفقرة، كونوا ويانا. يقول لك بيونغ يانغ هي عاصمة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومركز السياسة والاقتصاد والثقافة ذات التاريخ الممتد إلى أكثر من 5000 سنة منذ إقامة كوريا على أيدي دانكون الجد الأول، وتحديد بيونغ يانغ عاصمة لها. وبيونغ يانغ مدينة محاطة بالحدائق، وهي تسمى بأجمل الأراضي في العالم بوجود تلة موروان وبستان العاصمة أيضا لتغطيتها بشتى أنواع الأزهار الربيعية في ربوة موروان المدعوة بجنية العاصمة وجمال مياه النهر دايد. وتقع كوريا الشمالية في آسيا والجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، وتحدها من الجنوب كوريا الجنوبية، وتحدها من الشمال الصين وبحر اليابان شرقا، وخليج كوريا والبحر الأصفر غربا، ويفصل الكوريتين المنطقة الكورية المعزولة معزولة السلاح الصين وكوريا الشمالية، والجزء من النهر التومان في أقصى الشمال الشرقي حدود مع روسيا. وكانت الإمبراطورية الكورية من عام 1897 إلى عام 1910 تحكم شبه الجزيرة الكورية حتى التحقت باليابان بعد الحرب الروسية اليابانية عام 1905 التي انتهت بهزيمة روسيا القيصرية. عقب الحرب العالمية الثانية عام 1945 تم تقسيم كوريا إلى منطقتي احتلال سوفيتي وأمريكي، وكوريا الشمالية خضعت لحكم الاتحاد السوفيتي، كوريا الجنوبية خضعت للولايات المتحدة. رفضت كوريا الشمالية الاشتراك في انتخابات الجنوب عام 1948 بإشراف الأمم المتحدة، الذي أدى لإنشاء حكومتين منفصلتين في كوريتين المحتلتين في كل من كوريا الشمالية والجنوبية. ودعت سياسة على شبه الجزيرة ككل، الأمر الذي أدى إلى الحرب الكورية عام 1950، أنهت طبعا الحرب عام 1953 هدنة. القتال مع ذلك بين البلدين لا يزال رسميا في الحرب بينهما، ولم توقع معاهدة سلام أبدا. وفي عام 1991 قبل كل الدولتين في الأمم المتحدة في عام 26 مايو 2009 انسحبت كوريا الشمالية من الجانب واحد من الهدنة. في أعقاب الاحتلال الياباني لكوريا قسمت كوريا على الخط عرض 38 شمال وفق لاتفاقية الأمم المتحدة بإدارة الاتحاد السوفيتي في الشمال والولايات المتحدة في الجنوب. ويبدأ تاريخ كوريا الشمالية اصطلاحا بتأسيس الجمهورية الشعبية عام 1948. وفي أغسطس عام 1945 أنشأ الجيش السوفيتي سلطة مدنية سوفيتية تحكم البلاد حتى يكون النظام الداخلي الصديق للاتحاد السوفيتي قادرا على إنشاء حكم بعد أن رحلت القوات السوفيتية عام 1948. وكان الهدف الرئيسي في السنوات القادمة هو توحيد كوريا من الطرفين حتى اتفاق نظام سينكمان راي في الجنوب مع الجيش الأمريكي الداعم، وقمع انتفاضة في أكتوبر عام 1948 أنهت الأمل بإمكانية توحيد الدولة عن طريق الثورة الشيوعية في الجنوب عام 1949. حدث التدخل العسكري في كوريا الجنوبية من قبل النظام الكوري الشمالي، لكن فشل في أن يتلقى الدعم من الاتحاد السوفيتي. ويقول لك برعاية الأمم المتحدة قام الأمم حليفة الولايات المتحدة بتدخل لصالح كوريا الجنوبية بعد التقدم السريع في الهجوم المضاد لكوريا الجنوبية. تدخل القوات الصينية لصالح الحليف كوريا الشمالية، فتحولت موازين الحرب في النهاية أدت إلى عقد هدنة أعادت تقريبا نفس الحدود السابقة بين البلدين. منذ وقف اطلاق النار الحرب الكورية عام 1953 وعلاقات بين الحكومة الكورية الشمالية وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان، ولم تزل في حالة حرب باردة والجنوبية رغم وقف اطلاق النار، لكن كورتين فينا فنية كليهما وقع 15 إعلان مشترك عام 2000
حيث قدم كلا الطرفين وعودا للبحث في عدد التوحيد السلمي، إضافة لذلك في 4 أكتوبر عام 2007 تعهد قائد كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية عقد قمة محادثات لتعلن رسميا نهاية الحرب والتأكيد على مبدأ عدم الاعتدال المتبادل. يمكن معاهداتهم ويمكن كل ما يقررون الصلح تصير مشكلة يمكن متطورة. قبل كم يوم صارت الطربيد اللي طبعا اطلقوه كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية مما أدى إلى إغراق بارجة كوريا الجنوبية. أعتقد بلدين هذيلا بينها مو بس حروب حكومات، بينهم حروب أهلية، فلو بيردون تكبر المشكلة أكثر وأكثر. خلنا نفس ما احنا عليه وخل كل ديرة تبعها ديرة، وخل الحكومات الكبار تلعب بالدول الصغار اللي أمثالنا، والدنيا ماشي على الدنيا سلام. عموما انتهت فقرة الدير وياكم، لكن الوعد قبل شوي ويا الحرنكش. شنو الحرنكش؟ بعد الفاصل كونوا ويانا.